صباح الخير مرة ثانية. آخر يوم في روما، واليوم أنا رايح أزور الفاتيكان. البناء مهول، الحجم، التفاصيل، أشياء. طبعا هذا استعداد الباتشر، لأنه يوم أحد أول شيء الدخول راح يكون مجاني للجميع. ثانيا البابا يطلع يحيي الناس من هذه الشرفة اللي وراي هنا، إذا تشوفوها زين ما تتخيلون حجم البناء الرهيب. شيء عملاق جدا، تفاصيل بديعة جدا. ما أتوقع راح أقدر أستخدم التليفون جوا على مود التصوير، بس على العموم الفاتيكان. باي باي.